كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات نوهت بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها أو تقوم بها الدولة المغربية وعلى رأسها الأجهزة الأمنية. هذا التنويه أتى متزامنا مع خرجات موردة لخصوم المملكة المغربية سيما الجزائر، بعدما صرح مسؤول الجزائر على أن الخطوط الملكية المغربية ربما بدون أدلة أنها تروج المخدرات، وجاء الرد مباشرة بهذا القرار. غالب الأحيان المغرب يقوم بالتصدي لبعض التقارير السلبية، ولكن أيضا علينا كحكومة أن ننوه بمثل أو نرد الجميل للمنظمات التي تقر بالمجهودات الأمنية أو المجهودات الحكومية التي تقوم بها المغرب. ما هو الإجراء التي واجهت به الحكومة سواء الخصوم سواء الجميل للمنظمة؟ بالنسبة للهيئات الدولية وخصوصا الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات، هذا التقرير الإيجابي الذي أشاد بجهود كبيرة للمغرب لمنع هذه الآفة وما تقوم به الأجهزة المكلفة بهذا الموضوع، قصدنا الأجهزة الأمنية المختلفة، شهادة دولية ومحلية على نجاح المغرب في هذا الموضوع. وهذه العملية فقط ليست فقط أنها تحمي المغرب، وإنما تحمي كذلك جهات أخرى نظرا لخطورة هذا الموضوع. ونحن إعلاميا يجب أن نشيد بهذه المنظمات، لأنها كثيرة التي تشيد بمجهودات المغرب على مستويات متخلفة، ولا نلتفت للتقارير القليلة قليلة الصوت وقليلة الانتشار التي تتحدث عن المغرب سلبيا في ميادين أخرى.